الاستثمارات 2023 هي هبطت 53% ولا 54%، ولكن لافريك هبطت 45%، العالم هبط كله ب 12%. هذوك الاستثمارات ديال 2023 هما لهم كان خصهم يتخذوا لهم الاستثمارات ديالهم في 2020، لانه 2020 يلاه كتوقع ولا 21 يلاه كتوقع يلاه سميتو يلاه باش تجي باش كتدخلهم السيستم باش يبداو يشتغلوا. في 2021 ما كانش شي حاجه اللي كثيره. حنا في 23 خدمنا بداكشي اللي عندنا. اليوم في 24 الاستثمارات طلعت ب 24% في 4 شهور الاولى، 24% باش طلعت، و 70% ديال هاد المستثمرين كلهم مغاربه. وهاد الاستثمارات اللي خدينا هاد لي زونغاجمون ماشي هاد لا كوميسيون الاخر وبعد لي كوميسيون اللي دازو من قبل، 90% الناس بداو كيشتغلوا وبداو كيبنيو وبداو كيخدموا. هذا هو الامكانيه. وما نساوش بانه كل ما دونا يعني ما تكونش الذاكره زعما دغيا نساو. شو واش عملنا في التي في ها باش خلصنا الناس؟ شوف لي تو دو تي في اللي هبطنا على المواطن وعلى الشركات من 12 ل 10 وهي جايه في الطريق. شوفوا الالكتريسيتي باش يكون عندنا جذاب خليناه في واحد الثمن ديالو، عطيناهم بعض المليار 5 المليار من قبل، دابا هانتوما غادي دوزتوا ذاك النهار بعض المليار ديال الدرهم كذلك باش تعطى لوينو بور سوتونير لا برودكسيون الكتريسيتي لانه ماشي الثمن الحقيقي. فهذه كلها يعني امكانيات زيد عليها يعني الـ يعني التحفيزات اللي كاينه ديال 30% وديال كنتكلموا على بانه قبل 80% ديال الاستثمارات كانت كتمشي لثلاثه الجهات، اليوم الاغلب يعني الاستثمارات كتمشي للجهات 12، وكاين تقريبا 48 اقليم اللي هو عنده هذه الامكانيات. ما نشوفوش الكم ولكن على الاقل كاينه واحد الجوده بانه الاستثمارات ولاو كيوصلوا لنصف الاقاليم ديال المملكه المغربيه، وهذا شيء جد ايجابي.